اهلا بيكم اعزائي الطلاب الصف الثالث الاعدادي، معاكم مستر مجدي خلف من قناه النظر التعليميه ومراجعه الحصه الاخيره ساينس الصف الثالث الاعدادي ترم اول 2024. مصدرها ايه المراجعه دي؟ مصدرها الملخصات والمفاهيم والاسئله والنماذج الاسترشاديه او النموذج الاسترشادي اللي نازل على موقع الوزاره نازلين باللغه العربيه وانا ترجمتهم عشان الكل يستفيد. خلينا قبل ما نبدأ حلقتنا نفكركم باللايك والشير والسبسكرايب علشان محتاجين لدعمكم في القناة. خلينا نبدأ مراجعتنا وهنبدأ بالأسئلة الصعبة اللي هي problems, what happens, give reason. تمام؟ الأسئلة اللي بيبقى فيها المشكلة أو اللي بيبقى فيها الصعوبة. خلينا نبدأ بالproblems. Number one, if a moving body increases its speed from 5 meter per second to 15 meter per second in 5 seconds to find its acceleration. طيب اول حاجه انت بتعملها النونز الحاجات اللي عندك، ايه اللي موجود عندي طلعه هنا على جنب. يبقى V1 تمام. If a moving body يعني هو الجسم ده بيتحرك اصلا، increase its speed from يعني هيبدأ من 5 ده ال V1 to 15 meter per second دي ال final speed اهو تبقى 15. طيب السكند دي بتبقى ايه؟ طيب برافو عليكم، ايه المطلوب مني؟ الاكسلريشن. تمام؟ وهنا بيقول لي انكريس يعني دي ايه؟ بوزيتيف اكسلريشن، بوزيتيف اكسلريشن. خلينا اول حاجه واول ستيب بتاخد عليه درجه كامله اللي هو الرول، انك بتكتب الرول بتاعك كام؟ ايه؟ اكسلريشن ايكوال V2 اللي هي فاينل سبيد ماينس V1 انيشال سبيد دلتا تايم دلتا تي اللي هي ديفايدد باي التايم، اوكي التوتال تايم كله. خلينا كده نعوض بالارقام هتطلع كام؟ 2 متر بير سكند. ناس بتوصل لغايه 2 كده وتروح موقفه، ما تكتبش الميجرنج يونت ده، لا في نص درجه بتطير على الميجرنج يونت، ركزوا فيها كويس قوي. طيب نمبر 2 اكسبلين باي دروينج، برضو من الاسئله اللي مش بتريح ناس كتير. The image formed for an object was placed between the center of curvature of a concave mirror and its focus. طيب خلينا كده نرسم الأول الرسمة بتاعتنا. تمام. آدي الـ concave mirror. تمام. آدي الـ principal axis. آدي الـ focus. آدي الـ center of curvature. دي أول حاجة أنت بتعملها. يبقى هنا explain by drawing the image formed for an object was placed between the center of curvature and the center of curvature and the focus. يبقى انت تحطه هنا في النص كده. تمام كده؟ النقطة الثانية. يلا بقى بنطلع the first incident light ray قلنا بيبقى ايه؟ ماشي كده parallel to the principal axis بيبقى ايه؟ parallel to the principal axis اهو. طب يا مستر reflected how does it reflect؟ ازاي بينعكس؟ اهو بينعكس ايه؟ passing by the focus. ده the first incident ray. So the second incident ray اللي هو ايه بقى؟ passing by the focus اهو بيعدي منين؟ من الفوكس. طب reflect ازاي بقى؟ parallel to the principal axis اهو بينعكس كده بقى. اتفضل سيادتك هنا في البوينت اوف انترسكشن دي نقطه التقاطع دي طلع الايمج بتاعك وشوفه هيطلع عندي ايه؟ ريل اي كونكيف ميرور، قلنا الكونكيف ميرور بتطلع ريل ما عدا طبعا لو هنا بعد الاف ما بيبقاش ريل بيبقى فيرتشوال، لكن في كل الحالات بيبقى ريل انفيرتد اند ماجنيفايد. ادي كل القصه سهله. خلينا نشوف كمان problem كمان. The perception of love loss had been affected by two observations. Mention them. So love loss, okay, the founder of nebular theory had been affected by two observations. Number one, nebula or clouds in the sky. Number two, the rings around some planets like Saturn. دول كل حاجتين اللي تأثر بيهم جدا.
يبقى نمبر 1 clouds or nebula in the sky. نمبر 2 cloud rings. ادي cloud rings around some planets such as Saturn. تمام كده؟ النقطة اللي بعدها. The opposite figure represents what? Oh, I think most of you know this. This is what? Chromosome, yes. So this is the structure of chromosome. Yes. So label the figure 1 and 2. So what is 1? What is this? Yes, chromatid. So chromosomes consists of two chromatids, two strings. اللي هم الخيطين دول. Chromatid and chromosome. So number 1, chromatid. Number 2, what is this? The point of connection between two chromatids. اللي هي centromere. سؤال كمان، what is meant by؟ برضه من الأسئلة اللي هي بتبقى يعني مش لطيفة مع كتير من الطلبة، what is meant by؟ what is meant by يعني الديفينيشن، هو اكتب الديفينيشن بتاعه يعني. طيب، reproduction، إيه تعريف الريبرودكشن؟ طبعًا في الأولاد الصغيرين بنعرفها لهم بطريقة سهلة اللي هي making new one على طول يعني. تمام؟ بس إحنا هنا كبرنا شوية بهنقول making new individual of the same kind. To A, to continue the species, to ensure the species continuous. عشان نضمن بقاء أو استمرارية إيه الفصيلة أو النوع. يبقى a biological process, reproduction, biological process done by living organisms to produce new individuals, أفراد يعني, of the same kind. To ensure their continuity. عشان يأكدوا بقائهم أو استمرارهم، عشان ساعات بيسأل يقول لك what is the importance of reproduction؟ إيه فائدة الريبرودكشن؟ طبعًا to ensure the species continuity. واحد ممكن يقول لي to prevent them from extinction، عشان يحميهم أو يمنعهم من الانقراض. طيب fertilization، fertilization joining of what sperm with a egg. So fertilization combination, fertilization the combination of a sperm with egg or male gamete with female gamete to produce what? Zygote, to produce zygote. And the fertilization combination of male gamete that have half the number of chromosomes in haploid and the female gamete haploid too to form a zygote. When a zygote بتبقى diploid to end. السؤال اللي بعده. If the number of chromosomes in a human skin cell is 46 chromosomes, what is the number of chromosomes in the following cell? خد بالك بقى هو عطاك هنا 40 cell وعلى اساسه هتبني بقى. ساعات هنا بيديك 32 ساعات يعني ممكن يجيب لك انتوا عارفين the number of chromosomes اوكي از ديفرنت فروم ا سبيشيز تو انذر يعني بيبقى مختلف من نوع لاخر يعني في الانسان مش زي الحيوان او في الانسان مش هيبقى زي اللي موجود في الحيوان زي الارنب زي الحشرات تمام العدد بيختلف طيب المهم انت عندك هنا 46 كروموسوم طب البانكرياس البانكرياس ده ايه؟ سوماتيك سيل خليه جسديه طب هيبقى في ايه؟ فول نمبر 2 ان هيبقى برضه في ايه؟ 46 طب سبيرم ده جامد طالما وصلت بص عندك كلمة sperm ovum ova answer pollen grain يعني بص شايفين الحاجات الأسامي دي أعرف على طول إن دي هتبقى N على طول half number أنا عندي sperm sperm بيبقى half يبقى 23 كروموسوم zygote لا ده احنا لسه قايلينها الزايجوت هنا بيبقى فيه 2N ليه؟ because the zygote contains sperm and egg فيها الاثنين sperm والegg أو الأوفيوم يبقى هنا الزايجوت بيبقى 2N 46 طب اوفيوم اللي هي البويضه بقى لا دي البويضه فيها 23 يبقى عندي السبرم والاوفيوم دول بيبقوا 23 معاهم في البلانت بيبقى مين؟ البولين جرين اول ما يقول لك بولين جرين برضه 23 البلانت اللي بعده what is the result of نتيجه ايه؟ وايه النتيجه اللي هتطلع من او what is produced of what is the production of كل دي يعني العناوين اللي ممكن تيجي dividing a cell mitotically three times. But each time or each division
of mitosis the cell divide into two cells. الميتوسيس بيديني ايه؟ two identical cells. two identical cells. طب 3 times هيبقى عندي كام؟ برافو عليكم 6 identical cells. وهنا بيقول لي mitotically هيبقى عندي 6 identical cells to the parent cell. يبقى 6 new cells are formed. طب السيل دول بيبقى identical to the mother cell او the parent cell. طب لو جاب لي السؤال ده بطريقه تانية قال لك dividing cell mitotically abnormally or many times، خد بالك لو قال لك many times او a lot of times، لا هنا بيبقى بيتكلم على حاجه تانية اللي هي tumors او الكانسر اللي هي السرطان او الاورام. If the cell divided abnormally يعني بشكل غير طبيعي many times، okay they lead to a mass of cells، بيبقى فيه يعني كتله من السيلز كده اللي هي بنسميها tumors او ايه الاورام. A part of liver is hurt. So what happens if a part of liver is hurt? بيحصل ايه؟ فاكرين الليفر ترانسبلانتنج اللي هو زرع الكبد؟ قلنا ايه؟ If a part of liver is hurt, the remain, okay, او the rest الباقي بيعمل ايه؟ Divide mitotically, بينقسم mitotically to compensate the damaged part. يبقى هنا the remaining part divide mitotically to compensate the missing part. ده اللي بيحصل فين في الكبد. ماشي الحال كده؟ طيب خلينا نكمل، المراجعة معانا طويلة شوية. Which is responsible for the following؟ سؤال بيتكرر وبيجي كتير في أي امتحان. Formation of gametes. برافو عليكم، meiosis أو mitotic. خدوا بالكم بس عشان ما تلخبطوش، ميوسيس او ميوتيك، ام سوري، ميوسيس او ميوتيك ديفيجن، ما فيهاش تي، ميوسيس. اول ما يقول لك جامتس يبقى على طول ميوسيس او ميوتيك، ميوسيس او ميوتيك ديفيجن. طب جينيتيك تريت فاريشن، ايه اللي بيبقى، ليه بيبقى فيه جينيتيك تريت فاريشن؟ وان في حاجه بتحصل في الميوسيس هنا بروفيز 1 تحديدا، ايه اللي بيحصل؟ ايوه كروسنج اوفر فينومينا. يبقى جينيتيك تريت فاريشن دو تو ايه؟ كروسنج اوفر فينومينا ذات تيكس بليس ان بروفيز 1. اوكي وير اون ايه؟ يس سو ذا انر بارت اوف ذا تيتراد اوف هومولوجس كروموسومز بيعملوا ايه؟ تشينج، بيتبادلوا مع بعض. سو هير genetic trait variation، التنوع الجيني هنا ايه بيحصل. يبقى genetic trait تحفظوها لان بتيجي كتير، لا في الجيف ريزون يا اما في الجيف ريزون يا اما بتيجي في what is the responsible for the following. So genetic trait variation sorry so crossing over phenomenon. طيب لو قال لك when does it take place، يعني بتحصل امتى؟ in proof phase 1 in meiosis. Regulating is the vital activity in the cell. طبعا دي nucleus، معروفة النيوكليوس هي control most of the vital activity of the cell. طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده. Compare between mitosis and meiosis in which where it takes place، يعني بتحصل فين؟ occurring، بتحصل فين؟ where it takes place. ميتوسيس بيبقى فين؟ برافو عليكم، سوماتيك سيل. طب الميوسيس ريبرودكتيف سيل. يبقى ميتوسيس اللي هي فيها تي دي اهي سوماتيك سيل، ميوسيس ريبرودكتيف سيل. طب واي ات تيكس بليس امبورتنس، يعني ساعات بص بقى يعني يقول لك واي ات تيكس بليس، ليه بتحصل؟ امبورتنس، ايه الاهميه بتاعتها؟ طبعا الميتوسيس لو تفتكر نمبر 1 to complete the growth of living organisms، عشان يكمل growth of living organisms. To compensate the missing parts أو the damaged parts. أو to repair the cell, damaged cell. صح كده؟ أهو growth of living organisms. Compensate damaged cells. Asexual reproduction depends on mitotic. تمام؟ زي ما هناخد كده أو خدنا في آخر درس عندنا. Binary fusion. سواء الباينري فيوجن او البادنج، اوكي، او الفيجيتيتن،
كلهم بيعتمدوا على ايه؟ مايند توسيس. الميوسيس بقى importance of meiosis لسه قايلينها طبعا ايه؟ بريديوس جامتس تو فورميشن تو فورم جامتس او بريديوس جامتس. طيب نمبر اوف بريديوس سيل ميتوسيس بيديني ايه؟ تو نيو سيل ايتش اوف ذيم كل واحد فيهم has what؟ تو ان او دبلويد او كومبليت نمبر اوف كروموسوم. بعد هنا بقى في الميوسيس بيديني 4 نيو سيلز 4 each of them كل واحدة فيهم has half the number of chromosomes n أو haploid. تمام بصوا عليها بصة أخيرة كده سؤال مهم جدا ودي إجابات بكل اختصار وبكل بساطة يعني أعطي لك الإجابة بكل بساطة تقدر تجاوبها. طيب اللي بعده برضو هنا من الأسئلة برضو اللي محتاجة نركز فيها شوية. Describe the motion of each object in the following pages. بادئ زي first of all have a look have a closer look on this one and that one. Here is speed. خد بالك مكتوب هنا ايه؟ دايما هنا بيبقى التايم يعني خلاص معروفة مش هنركز قوي في ده. لكن خد بالك ده اللي هو الواي ده إيه؟ تمام الواي اكسس ده تمام. هنا دايما بيقول لك لو لقيت هنا سبيد خلاص وهنا كده سبيد تايم اعرف ان هو بيتكلم على طول على اكسلريشن. يعني طالما هنا اعطي لك هنا السبيد واعطي لك هنا التايم خلاص اعرف ان هو موستلي توكينج اباوت اكسلريشن هيتكلم على اكسلريشن. طيب سبيد تايم انت شايف هنا ايه اللي بيحصل؟ Yes. Both of them increase. صح كده؟ مطلعين لفوق اهو. يبقى دي اسمها ايه؟ برافو عليكم. Positive acceleration. تعالى يبقى speed, time. Okay. One straight line passing by the origin اللي هي هنا اهي شايفينها؟ Intersection of two lines. تمام؟ طالع كده يبقى اسمها positive acceleration. يبقى انا عايزك تركز معايا. لقيتها speed, time. One straight line زي كده positive acceleration. خد بالك بقول لك speed لان لو هنا distance هتبقى حاجه ثانيه. خلاص كده يبقى هنا speed time positive acceleration. خلاص طب بتبقى ايه بالنسبه للسبيد؟ irregular speed. ما هو positive acceleration يعني ايه؟ يعني change in speed increase speed as time basis. هو بيزود السرعه تحت كل مع مرور الوقت فبيزود السرعه بيزود السرعه بيزود معناها الريجولار سبيد السرعه ايه؟ مستمر. طيب هنا سبيد تايم خدوا بالكم سبيد تايم برضه سبيد يبقى بيتكلم برضه عن اكسلريشن بس من الواضح اللي هنا ايه؟ نو اكسلريشن السبيد ثابت يعني هو ماشي في سرعه واحده تمام ما فيش يبقى هنا بيتكلم عن زيرو اكسلريشن ما فيش اكسلريشن هنا ودي بتبقى ريجولار سبيد هو ماشي في سرعه واحده لا زاد ولا قل فدي بتبقى اسمها zero acceleration يعني مفيش تغير في السرعة no change in speed تمام فدي regular speed. طب هنا بقى العكس برضه speed خدوا بالكم speed time وهنا ايه نازل لتحت اهو شايفين كل ما يروح بينزل عكس ده تمام يبقى دي اسمها negative acceleration وبتبقى برضه non uniform speed او irregular speed بتبقى السرعة ايه غير منتظمه معناه ان هو مثلا كان طالع على 100 ابتدى يبقى 90 ابتدى يبقى 80 70 لغايه في الاخر ستوب موفينج وقف خالص. هنا بقى ديستنس تايم خدوا بالكم بقى شوفوا الفرق هو ده بس شوفوا الفرق ايه هنا في هنا ايه ديستنس تايم ده بيبقى ايه بقى؟ يس ده اوبجكت ات ريست هنا واقف محله كده ما اتحركش ات ريست واقف التايم بس هو اللي شغال ديستنس ما فيش ديستنس عشان كده بيبقى هنا بأوبجكت ايه؟ تمام كده فهمناهم؟ فهمنا دول positive acceleration zero acceleration negative acceleration yes the object at rest. Calculate the reflected angle in each of the following. برضه من الأسئلة اللي فيه طبعا هنا هتلاحظوا هنا incident light ray
بيربنديكيلر يعني عمودي متعامد، ودي اسهل حاجه، وانك تبقى هنا ايه؟ زيرو. يبقى هنا تبقى زيرو ديجري، مفيش نو ريفليكشن، ريفليكت اون اتسيلف، فاكرين ريفليكت اون اتسيلف بينعكس على ايه؟ على نفسه، عشان كده تبقى زيرو، الانجل از زيرو ديجري. طيب خدوا بالكم بقى، هنا دي هنا في 20 مكتوبه بالعربي، لان الشيت زي ما قلت لكم بالعربي اصلا يعني، والترجمه. طيب هتلاقي هنا 20، ادي ال 20 اهي، تمام. بس هنا الانجل هنا ايه؟ between the incident light ray and reflecting surface. خدوا بالكم اول الالفاظ، يبقى هنا the angle between the sorry incident light ray and the reflecting surface. طب ما انا كده كده النورمال مع الريفلكتنج سيرفيس اعطيني ايه؟ زاويه قايمه اهي، صح كده؟ اللي هي 90 اهي، 90. طب ما ال 90 في منها 20، يبقى هنا باقي كام؟ بس كده سهله جدا يعني. دايما خد، اعمل حتى لو هو ما رسملكش النورمال، انت ارسمه من نفسك عشان تقدر تعمل الزاويه دي تبقى 90، تقدر تعرف اذا كان دي 20 هتبقى دي كام؟ 7. اوريدي هتبقى الريفليكتنج انجل هتبقى ايه؟ 70. زي دي لازم الاثنين دول زي بعض، دي ودي، لو انت مديت الخط كده دي ودي يبقى زي بعض، ودي ودي يبقى زي بعض، خلاص انت كده تقدر تطلعهم كلهم سهله جدا. يبقى هنا تبقى كام؟ 70 ديجري. طيب هنا بقى خلاص سهلها لك خالص، هنا قال لك 40، خلاص كده اوريدي اللي جنبها هنا تبقى كام؟ 40. طب دي هتبقى كام؟ اللي هي the angle between the incident and the reflecting surface، هتبقى هنا كام؟ 50. لازم تكمل ال 90 اهي، هنا 40 يبقى الباقي هنا كام؟ 50. طب هنا لازم اللي جنبها تبقى زيها بالظبط، تبقى 40 زيها، وهنا تبقى 50 زيها. سهلة الدنيا؟ طيب اتمنى يا رب ان اكون يعني افدتكم في حاجه كده، ان في ناس بتتعب قوي في الموضوع ده، يعني موضوع الدايجرامز ده بيبقى بالنسبه لها مشكله، فاتمنى ان اكون سهلت الامور. في الحصه الثانيه برضو فيها دايجرامز، فيها بروبلمز تاني، فتابعونا كمان في الفيديو اللي جاي. Study the opposite figure and then find. Look at this. خدوا بالكم. The name of this phase. اسمه ايه الفيز ده؟ The name of the next phase after this one. انا جبتهم لكم كلهم اهو عشان ترجعوا. هنبدا من تحت على فكره. هنبدا من فوق سوري. برو فيز. تمام. ايه اللي بيحصل في البرو فيز؟ بص كده اهو. ده اللي هي at the beginning. ده هنا لسه في الاثنين دول في البرو فيز. صح كده؟ ادي السنتروسومز لو هتلاحظوا اهي، والستندل فايبرز ابتدوا يظهروا. تمام، سنتروسوم سبندل فايبرز، لسه النيكولار ميمبرين موجود. ده ات ذا بيجيننج اوف بروفيز، في بدايه البروفيز. تمام، النيكيولوس موجوده اهي، النيكيولوس اهي موجوده هنا ات ذا اند اوف بروفيز. احنا لسه في البروفيز، ايه اللي حصل هنا؟ شايف النيكولار ميمبرين يس ديسابير، اوكي، نيكيولوس disappeared، اللي هي النواية الصغيرة دي اهي، نيوكيولس، اوكي. طيب ادي السنتر سومز، ابتدى مين يظهر؟ سبندل فايبر. يبقى البروفيز مميزة قوي بايه؟ appearing of سبندل فايبر، اهو السبندل فايبر من السنتر سومز ابتدت تظهر. طيب فين المرحلة بتاعتنا اهي اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ مميزة بكلمة لاين اب. اول ما يقول لك كروموسومز لاين اب او arranged at the equator of the cell، اعرف على طول اللي بيتكلم فيه الميتا. يبقى هنا بروفيز اللي بيحصل يا نيكلر ميمبرين، ادي النيوكلير ميمبرين اهو بيتشال، نيوكيولس بتديسابير بيمشي هما الاثنين، ادي سبندل فايبرز ابير بتطلع السبندل فايبر. طب هنا في الميتا فيز كروموسومز لاين اب، احفظها بكلمه لاين اب، ات ذا ايكويتور اوف ذا سيل او ارينجد ات ذا ايكويتور اوف ذا سيل. طيب هنا بقى في الانافيز اللي بيحصل سيباريشن، او هنا سبندل فايبر شرينك بينكمش، يعني هنا سبندل فايبرز الخيوط دي بيحصل لها شرينك، ام سوري اهو الماوس هنا اهو، سبندل فايبرز شرينك بينقبض، اللي بقى تو سيباريت ذا كروموسومز لينس وايز، عشان بالطول كده ينفصلوا هم كده لينس وايز، خلاص كده اهو هنا اهو then the fibers shrink and the chromosomes separate lengthwise. طيب التليفيز اللي بيحصل بقى
ذا سيل ديفايد انتو تو سيل، بس بيحصل حاجه عكس اللي حصل كده تمام. ايوه ابتدى مين يظهر؟ النيكولار ميمبرين ابير، نيكيولوس ابتدى يعمل ايه؟ يعني عشان كده بيسموا التيلوفيز ادفيرس اوف بروفيز، عكس ايه؟ البروفيز. يعني تيلوفيز از ادفيرس اوف بروفيز. نرجع تاني لسؤالنا، هو ده ايه؟ اهو برافو عليكم، ميتا فيز. يعني ده اللي هم الديفيجن فيزز باختصار شديد يعني. طيب ذا نيم اوف ذيس فيز ميتا فيز. طيب ذا نيم اوف ذا نيكست بعد الميتا بيبقى ايه؟ انا يعني كنت بعملهم كده بطريقه سهله، برو ميتا انا تيلو. يعني لو عايز تحفظهم، برو ميتا انا تيلو. برو ميتا انا تيلو، برو فيز ميتا فيز انا فيز تيلو فيز. لو انت عايز تحفظهم بالطريقه دي، برو ميتا انا تيلو، هتقدر تحفظهم سهله يعني. طيب من المشاكل الكبيره اللي هو الشورت سايتدنس اند اللونج سايتدنس. قبل ما ابدا، هو مين في دول شورت سايتدنس ومين في دول لونج سايتدنس؟ طبعا توها، ما احناش عارفين حاجه. طيب شورت سايتدنس احفظ واحده، انا دايما كده بقول للاولاد احفظ واحده وسيب الثانيه مخك هيجيبها في القاعده. يعني الشورت سايتدنس تعالى نعمل لها حاجه كده اهي، شورت فرونت انكريس كونكيف. سهله، شورت فرونت انكريس كونكيف، احفظهم بس كم كلمه؟ 1 2 3 4، 4 اربع كلمات. شورت فرونت انكريس كونكيف، تقدر تحفظهم؟ شورت فرونت انكريس كونكيف. ايه الشورت دي؟ اللي هي شورت سايتدنس، المرض نفسه او الديفكت نفسه اسمه شورت سايتدنس. طب ايه فرونت؟ ذا ايمج ابير ان فرونت اوف ريتنا، الصوره بتطلع ان فرونت اوف ريتنا، قدام ايه؟ الريتنا. انكريس ده السبب بتاعها، هتلاقي حاجتين، انكريس اي بول دايمتر او increase convexity of lens اللي هي الاي لينس. يبقى انا عندي هنا سببه في increase، increase eye ball diameter او increase convexity of lens. طب ايه الكونكيف؟ طبعا العلاج بتاعه بيتعالج بايه؟ بالكونكيف لينس. يبقى مين فينا فين الكونكيف لينس؟ اهي الكونكيف لينس اهي. يبقى هي دي اللي بتعالج ايه؟ short sightedness. ليه بقى؟ قلنا لان الكونكيف لينس diverge the light rays، بتشتت اللايت rays دول، so the image fall on the retina، بتقع على ايه؟ على الريتنا. خلاص؟ يبقى ازاي نحفظهم؟ ادي الشورت شورت سايتدنس، شورت فرونت انكريس كونكيف، دول تقدر تجاوب بيهم اي سؤال. يلا هنا which figure represent short sightedness؟ ادي الكونكيف ميرور، يبقى هو ده الشورت سايتدنس. Which lens is used to treat? اهو الشورت سايتدنس بيتعالج بايه؟ كونكيف لينس. هنا the image that is formed in front of the، لسه قايلين front اهو، front green طبعا كونكيف لينس. طالما قال لك in front of the retina يبقى على طول بيتكلم على الشورت سايتدنس اهو. طيب خلينا نروح دي كده، خلصنا الجزء اللي موجود هنا اللي هو اسئله الدياجرامز والبروبلم. سريعا كده خلينا ناخد كام سؤال كومبليت. covered distance through unit time، يلا distance through unit time بسرعه، برافو عليكم speed. displacement covered in a unit time، بيجي كتير ايه ده؟ displacement covered in a unit time طبعا بيقصد ده ايه؟ ال velocity. طالما قال لك displacement time يبقى بيقصد بيها velocity. طيب اللي بعده، ادي average velocity تعريفها اهو، displacement covered by the object in second or unit time او the rate of change of displacement. So I told velocity average velocity مش هتفرق. describing the motion of an object depends on، طب عشان ما تتوش كتير، motion او speed هما الاثنين يعني. قال لك describing the speed او describing the motion، لسه قايلينها بيعتمد على الديستنس والتايم. يلا سريعا معايا، when the speed of an object is less than what speed the object okay moves with negative acceleration. لسه قايلينها نيجاتيف يعني نازل السرعه، نازله لتحت، كان طالع على 100 ابتدى يبقى 90 80 70 60 until the car moves stops sorry. طيب يبقى ايه اللي بيحصل؟ هو كان طالع على 100، دي الانيشال سبيد،
بص الزيرو دي الفاينل، يبقى مين اكبر من مين؟ الانيشال بيبقى اكبر. طب هنا ابي اقلل، يبقى فاينل سبيد اهي بتبقى ايه؟ الفاينل سبيد ليس ذان انيشال سبيد. خد بالكم بس عشان ما يلعبش بالالفاظ، هنا كاتب ليس يبقى الفاينل هتيجي الاول وبعدين هتبقى الانيشال. طب لو قال لك جريت اقلب الانيشال هيبقى جريتر ذان ذا فاينل. acceleration is measured in، acceleration بتتقاس ب measuring unit meter per second square، while speed meter per second or kilometer per second all. okay، الفرق هنا في السكوير صح كده، اللي هي باور دي 2 دي. The radius of spherical mirror is the distance between what of the mirror and any point on its reflecting surface. الراديوس قلنا بيبدا منين؟ برافو عليكم، من سنتر اوف كيرفيتشر. ادي الراديوس، فين الراديوس؟ اهو اهو ار اهو، راديوس فروم سنتر اوف كيرفيتشر تو ذا بول اهو، يبقى هنا البول او اني بوينت اون ايرث ريفليكتنج سير، يبقى يبدا من سنتر اوف كيرفيتشر. تو جيت فيرتشوال ريكت اند دايمنشن ايمج وي يوز، مهمه جدا جدا جدا، خدوا بالكم كلمه فيرتشوال ريكت دايمنشن اهي الكي وورد بتاعتك هنا قبل ما تروح. طالما قال لك فيرتشوال الريكت دايمنشن يعني مصغره، بتبقى مصغره مش مكبره، يبقى هنا هيعوز ايه؟ حاجه من اتنين، برافو عليكم، يا كونفكس ميرور، اقلب في الدنس بقى، يا كونكيف لينس. تاني هو عايز هنا فيرتشوال ريكت دايمنشن، يبقى هو عايز حاجه دايفرجنج بتشتت الاشعه. مين الدايفرجنج اللي عندنا؟ الكونفكس ميرور والكونكيف لينس عكس بعض، يا كونفكس ميرور يا كونكيف لينس. تمام، رايت ذا نمبر ذات ريفيرز تو ذا فولوينج او انديكيتس، يعني المهم عايزك تكتب له رقم يعني، عشان صيغ السؤال بتختلف من ترجمه لترجمه ومش هتفرق معانا. خلاص فهمنا ان هو عايز نمبر هنا، نمبر of the pairs of chromosomes in root cell. خدوا بالكم من الكلمه دي، قال لك pairs of chromosomes، يبقى هنا بتتكلم بالزوج مش بالواء مش بالفرد، فهنا pairs. طب انا عارف ان هي تمام 46 chromosomes، يعني كام زوج؟ 23 pairs، بيلعب كتير بالله بالحته دي. يقول لك the number of pairs of chromosomes، انت طبعا تروح كاتب 46، لا هو بيقول لك بيرز زوج يعني اثنين مع بعض، يبقى 23 بيرز. طب لو قال لي كروموسوم من غير كلمه بير تبقى 46. اللي بعده the number of galaxies in the universe 100,000 مليون جالكسي، صح كده؟ 100,000 مليون جالكسي. احفظوا الارقام دي كويس سريعا. the number of milk way spiral، يعني كان في المنهج القديم تمام، هتلاقوا في مراجع جايباها بيقول لك اثنين رئيسي وطالعين منهم اثنين تاني يعني اربعه، تمام، اثنين اللي هي مين وفي اثنين تاني فور، يعني سواء جايه 2 جايه 4، هي في المنهج القديم سالت دي في المنهج القديم، خلاص مش مطلوبه مننا يعني، يو كان فورجيت. تمام، طيب 2 مين وبعد كده في يعني مراجع تانيه بتقول لك 4 سبايرال ارم. anyway سواء كتبناها 2 او كتبناها 4 هي كده كده اعتبروها معلومه اضافيه اهو، يعني 2 اور 4 عشان ما حدش يقول لي يا مستر اصل كانت موجوده 4 في المنهج الاسلامي دي او دي. خلاص طيب خلينا نرجع تاني للنص بتاعنا او الشغل بتاعنا. طيب number of chromosomes in sperm cell، هو ده المفيد بقى، هو هنا قال لي ايه؟ sperm. طب والسبرم ده ايه؟ جامد. طب والجامد بيبقى فيها ايه؟ برافو عليكم، بيبقى فيها haploid ان واحد بس، يعني هاف ذا نمبر 23 كروموسوم. يبقى لما يقول لي جامت او سبيرم او اوفيوم او بولين جرين 23 كروموسوم. نيكست بروبلم بقى، A car moves at 40 meter per second after using the brakes، الفرامل يعني، to stop the car. The car negatively accelerated at 4 meter per second squared. Calculate the needed time to stop the. يبقى هنا عايز من التايم. طبعا زي ما قلنا بنطلع اللي عندنا. A car moves at 40 meters per second. يبقى ده ال V1. After using the brakes to stop the car. وقف العربية، يبقى ال V2 هيبقى ايه؟ زيرو. وقف العربية.
The car negatively accelerated at 4 meter per second squared. طب متر بير سكند سكوير، حتى لو انت مش عارف دي الميجرنج يونت بتاع ايه؟ الاكسلريشن. يبقى هو هنا اوريدي اعطاني ايه؟ الاكسلريشن اللي هي 4 متر بير سكند سكوير. طالب مني ايه؟ الطيب. اول ستيب هتعمله لازم تكتب ايه؟ الرول بتاعك ايه؟ V2 ماينس V1 على دلتا تي. سو ادي عندنا الايه تبقى ماينس 4. ليه ماينس 4؟ لان هو ديسلريشن او نيجاتيف اكسلريشن. اوكي 0 ماينس 40 تطلع، هتطلع في الاخر ايه 10 تمام سكند، هتطلع 10 ايه. طيب اللي بعده كومبليت برضه. فيزيكال كوانتيتيز ريكواير ا ماجنتيود اند دايركشن، لازم تيجي في الامتحان، لازم تيجي في اي امتحان. وات فيزيكال كوانتيتيز ريكواير ا ماجنتيود اند دايركشن، دول هم ايه؟ فيكتور فيزيكال كوانتيتيز. نمبر نيكست، بتخلوني اشيل الفور اللي مكتوب هنا اهي. نمبر او نيكست وان، يا a car moves at regular speed 20 meter per second for 5 seconds. So its acceleration during this period of time is. هيقول لي يا مستر طب ما انا الكار مش كامله، فين ال V2 فين ال V1؟ راح هنا بيقول لك ريجولار سبيد يا استاذ، ريجولار سبيد يونيفورم سبيد، سرعه ثابته سرعه منتظمه، يعني هو لا زود ولا قل، يبقى اصلا ما فيش اكسلريشن بيكوز ذا سبيد دازنت تشينج ديورنج ذا تايم. في الوقت ده السبيد ما حصلوش اي تشينج خالص، نو تشينج هاز هابند تو ذا سبيد. طيب يبقى خدوها قاعده عامه، لما يقول لك ريجولار سبيد او يونيفورم سبيد اعرف الاكسلريشن بيبقى ايه؟ زيرو اكسلريشن. طيب ستار فيش اللي هو سي ستار، تمام السي ستار اللي هو نجم البحر ده عارفينه. طيب خليني بس اشيل ال تمام سي ستار راكب اهي. سي ستار ريبروديوسز اسيكشوالي باي وات؟ سي ستار reproduces asexually by what while bacteria reproduces asexually as well by what. طب انا عندي starfish ده ايه؟ برافو عليكم regeneration. starfish بيبقى اهو شايفين الحته اللي اتقطعت دي، طبعا لازم يبقى فيه جزء من السنترال ديسك اللي موجود هنا تمام عشان يكتمل اهو، يبقى regeneration. طب البكتيريا حد فاكرها اهي ايه اللي حصل لها؟ لا ذا سيل سبليت انتو تو سيل اتقسمت تنصيب بدا باينري فيوجن. if the angle between the incident and reflected light ray is 120 so the angle of incidence equal what degree. طيب انا جبت لكم الرسمه اهي. the angle between خدوا بالكم light so incident and reflected اهي بين ده وده 120. طب لو طلعنا النورمال هنا في النص ال 120 دي بتتقسم نصين صح؟ فتبقى هنا 6 وهنا ايه؟ 6. طيب 20 space is used space is used to determine the speed of cars directly اهو. What determines the speed of car directly؟ ايوه عداد السرعه اسمه ايه ده؟ سبيدو ميتر. يبقى determine speed of cars directly بيبقى سبيدو ايه؟ ميتر. give reason تمام؟ يلا خلينا نختم بالسؤال ده. Give reason. Question number one. The nebula lost its spherical shape and became in the form of flat rotating disk. ليه النبيولا اللي هي الكلاود الجاز، عارفين انت النبيولا اللي هي ايه؟ A ball of gases, a ball of gases, hot gases that rotate around its axis. طيب هي ليه بقى lost its spherical shape؟ هي كان سفير كده تمام وخدت الفلات روتيتنج ديسك. طبعا بيكوز ايه؟ سنترفيوجال اوكي سنترفيوجال فورس اللي هي قوه الطرد المركزي يعني سنترفيوجال فورس. يبقى دي تو ذا سنترفيوجال فورس arising from the rotation of the nebula around it. يبقى الاجابه الثانيه دي تو او سنترفيوجال فورس arising from rotation of the nebula around it. تمام؟ question number او next one. The changes happened in the last
ميتوتيك فيز از كولد ادفيرس تشينج، قلتها لكم وانا بشرح السؤال اللي فات اللي بتاع الدياجرام. قلنا اللي بيحصل في التيلو فيز عكس اللي بيحصل في البرو ايه فيز، يبقى بيكوز ذا تشينجز اوكي ذات هابن ان برو فيز اوكي از ذا اوبوزيت او ادفيرس تو وات هابن ان تيلو فيز. طب ايه اللي بيحصل لو عايزين بسرعه كده؟ قلنا في البرو فيز ايه اللي بيحصل؟ يس سو ابيرنج اوف سبيندل فايبرز، هتلاقي في التيلو فيز disappearing of spindle fiber. هتلاقي في البروفيز disappearing of nuclear membrane and nucleolus. طب هتلاقي في التيلوفيز appearing of a nuclear membrane and nucleolus. يعني اللي بيحصل هنا عكس اللي بيحصل هنا. طيب. Meiosis is called reduction division. طبعا لان الميوسيس دي بريديوس سيلز هاف نمبر ذات كونتين هاف نمبر بيكوز اوكي زي او بريديوس ذا بريديوس سيل هاف هاف ذا نمبر اوف كروموسوم، او ممكن تقول ميوسيس بريديوس سيلز ذات كونتين هاف ذا نمبر اوف كروموسوم ان. تكتبه هنا ان دي يعني ان لوحدها كده بتعبر عن حاجات او هابلوي تمام بتعبر عن معظم الاجابات. The offspring produced from sexual reproduction is not identical copy of the parent. ليه بقى؟ قلنا لسببين، يعني السكشوال احنا بنتكلم عن sexual. Number one, sexual reproduction happen between male and female. Both of them have or has different traits. هو بيحصل ما بين male و female وكل واحد فيهم ليه traits مختلفة. أهم واحدة هي اللي احنا عايزين نقولها اللي هي due to A. Crossing over phenomena. يبقى number one, because the offspring combines the genetic traits of two sources, اللي هي male and female. Number two, sexual reproduction done by a meiotic division where crossing over phenomena takes. لو انت مش هتقدر تقول ده كله حسن كتير عليك اكتب due to crossing over phenomena that take place in meiosis. خلاص يعني اختصر كده. طبعا احنا عارفين sexual reproduction تمام between male and female، انا بقولها لك اهو بطريقه سهله وانت عبر عنها افهمها. يبقى ليه sexual reproduction تمام بيطلع new genetic traits؟ number one because it is done between male and female، بيحصل ما بين male and female. number two crossing over phenomena in meiosis. number 10 interphase is very important for the cell. interphase ده اللي هو التمهيد، الدور التمهيدي في الاول خالص، وقلنا بنعرفه من كلمه duplicate the genetic material. اول ما يقول لك duplicating او the cell prepare itself اعرف على طول بيتكلم عن حاجه اسمها interphase، الدور التمهيدي اللي بيحصل قبل كده. where the cell prepare itself for the division okay it duplicates the genetic material. give reason regular or uniform speed is practically impossible for cars. عمليا مستحيله للكار. Because the car on the road وهي على الطريق اللي بيحصل؟ increase speed, decrease speed, or even sometimes stop according to the traffic condition. طبقا لحاله المرور. يعني the car sometimes move fast or slow down or even stop according to the traffic condition. طبقا لحاله المرور. مستحيل هيبقى في regular speed مع الكار. A car moves at uniform speed, its acceleration equals zero. قلتها وانا بشرح. طالما عندك uniform speed, that means what? The speed doesn't change. على فكرة جت في امتحانات الحظوظ اللي امتحنت قبل كده. So because the speed doesn't change, the speed ما تغيرش. And the acceleration means the rate of change in speed. So no acceleration because the speed doesn't change. The light rays that fall perpendicular to a plane mirror reflect on itself. فاكرين اللي هو كان زيرو الانجل بتاعه بيساوي زيرو اهو because angle of incident equal angle of reflection equal a زيرو، هما الاثنين هيبقوا ايه زيرو. طيب convex lens، convex lens is called converging lens. ال convex lens ليه بنسميها converging lens؟ because it a collect the light rays، بتجمع الاشعه اوكي ان 1 بوينت في بوينت 1. طب الثانيه بقى الكونكيف لينس احنا بنسميها دايفرجنج لينس بيكوز هي سكاتر ذا لايت ريز او ديسبيرس ذا لايت ريز.
ray. Convex lens collects the light rays falling in it in one point اللي هي الفوكس بتاعها. عشان كده الكونفكس لينس بيبقى ليها ريل فوكس، الفوكس ده بيبقى ريل حقيقي، دي بقى بيبقى فيرتشوال فوكس. So the revolving planets keep orbiting in fixed orbits around the sun. Give reason. Planets orbit the sun in fixed orbits في مدارات ثابتة، بيلف حوالين الشمس في مدارات ثابتة، لا بيروح شمال ولا بيروح يمين. ليه؟ طبعا دي to the gravity of the sun. لأن ال gravity of the write the scientific term. تمام، آخر حاجة the wide extended space that contains galaxies, stars, planets and non and living things and living organisms. طبعا طالما شمل كل الشيء بقى living و non living يبقى ده في الايه؟ universe. يبقى ده بيتكلم عن universe. يبقى يقول لك wide space وفيها بقى كله الجالكسيز والستارز والليفنج والنون ليفنج وكله، يبقى ده universe. A theory assumed that the solar system originated or evolved from the glowing gaseous sphere revolving around itself. أول ما يقول لك glowing gaseous sphere على طول بيتكلم على إيه؟ nebular theory أو لابلاس، صح كده؟ يبقى دي بتاعت nebular or لابلاس. nebular theory أو لابلاس. لابلاس طبعا ده الساينتست اللي هو found it أو speaks it. Number 11. The combination between male gametes and female gametes to form a zygote. قلناها male and female to form a zygote ده بيبقى على طول ايه؟ yes yes fertilization. برافو عليكم. طيب reproductive cell formed during meiosis that contain half number of the chromosomes of somatic cell. انا بيقول لي reproductive، خد بالك بيقول لك reproductive cell formed during meiosis وعندهم هاف نمبر اللي هو ان، ده اكيد بيتكلم على الجامد، صح كده؟ برافو عليكم. طيب a way of reproduction most commonly between higher living organisms between male and، قال لك between male and female، يبقى على طول بيتكلم عن sexual reproduction. طالما قال لك between male and female وفي ال higher organisms اللي هي الكائنات الحيه العليا زي الانسان كده تمام والحيوان، والقرود كل ده اسمهم higher organisms، دول بيبقوا عندهم ايه؟ sexual reproduction between male and female. A type of reproduction through some plant parts touch roots، خد بالك بقى stem or leaf or through tissue culture to produce new plants identical to the mother plant. هنا في R mother plant. خد بالكم، واحدة يقول لي خد بالك قال لك type of reproduction through some plants زي الروتس والستيم والليفز، ما قالش السيد، without the need of seed. يبقى ده اكيد بيتكلم عن حاجه asexual reproduction اللي هي ايه؟ بتبقى ايه؟ vegetative. برافو عليكم. vegetative asexual reproduction. correct. uniform speed is that when the moving object covers unequal، طالما يعني بدأ بكلمة uniform أو regular ده منتظم ما ينفعش، يبقى لازم يبقى equal distance equal time، يبقى الإجابة equal. Image of an object both at the center of curvature or concave mirror is real، ما فيش مشكلة صح. Inverted آه تمام. Dimension هنا المشكلة، طالما at the center واقف على السي على السنتر اللي هو قلنا اسمه double focal lens لو تفتكروا، طالما واقفه على السي يبقى لازم تطلع ايكوال، لازم تطلع ايه؟ ايكوال اهي. طالما الاوبجكت واقف هنا على السي يبقى لازم تنزل برضه الصوره بتاعته على ايه؟ على السي، وتبقى ايكوال ريل انفيرتد ايكوال نوت دايمنشن. نمبر 3 the sun takes about 220 years to complete one rotation around the center of the galaxy. واحد يقول لي يا مستر في ايه؟ اقول لك 200 مليون يا استاذ، ما تنساش 220 مليون. Reproduction by spore propagation the sprogony occur in yeast fungus. قلنا لا، السبروجني بيبقى في المشروم فانجس والبريد مولد فانجس. مشروم فانجس اند بريد مولد فانجس. اهو. اهو. تمام؟ ادي البروجينيوم تمام؟ وهنا بيطلع منها بقى ايه؟
السبورز بتطلع من كده بتنتشر كله. طيب طيب speed depends on distance and انها اول حاجه time. برافو عليكم. Convex mirror is used in making solar oven اللي هي الافران الشمسيه. طبعا هنا سولار فرن الشمس يعني احنا عايزين نجمع الحراره صح؟ عايزين نجمع الاشعه بتاعت الشمس. طالما عايزين نجمع يعني converge يعني عايزين ايه؟ برافو عليكم. تمام؟ مش عايزين هنا convex mirror عايزين concave mirror. Concave ايه؟ mirror. Number 7. The universe is originally formed from merging of oxygen and nitrogen. لازم بتيجي النقطه دي. طبعا اليونيفيرس from ايه؟ هيدروجين. Yes, 75% and helium 25%. Vegetative reproduction takes place in plant photosynthesis علينا هنا تمام without the need of seed. طب ثرو ايه؟ الروتس الستيم الليفز يعني اني بارت تمام other than seeds مش محتاجين ال vegetative reproduction doesn't need seeds مش محتاج لايه؟ The result of multiplying the speed of a moving object by time. طب ما تكتب هنا كده وتشوف اهو. ال speed by time يبقى هو عايز ايه؟ ال distance. هو بيقول لك multiplying speed by time يبقى اكيد بيدور على ايه؟ ال distance. Plane mirror is transparent medium that refracts. خد بالك في كلمة refract the light and it is limited with students. طبعا عمره هنا الريفراكت دي لازم يبقى اول حاجه لينز يعني هو طالما قال لك ريفراكت خد بالك خد تحتها خلاص مستحيل تبقى ميرور يعني ريفراكت دي تبقى بتاعت ايه برافو عليكم ال كونفكس لينز تمام طبعا هنا سفيريكال لازم تبقى سفيريكال لينز تمام حط لها بقى انا نضيف خلينا نضيف حاجه هنا عشان كلمه ريفراكت دي اهي عشان كلمه ريفراكت تمام خلي بدل ملين ميرور تمام هنكتب كونفكس اهي كونفكس لينس اهي كونفكس لينس ليه يا مستر هنكتب كونفكس لينس افضل بكتير تمام لان هنا اول حاجه بيقول لي كلمه ريفراكت ذا لايت اند ات از ليميتد وذ تو سفيريكال سيرفيس خلاص كده يبقى هنخليها كده كونفكس لينس افضل حاجه افضل اجابه تبقى كونفكس ايه لينس دي الإجابة المثلى خلاص convex lens أوكي خلينا نشوف النقطة اللي بعدها The Milky Way took its disk form after about أهي أنا لخصتهم لكم في المربع الأصفر ده أهو متلخصين معاك minutes and أول داير على إيه؟ بيدور على إيه؟ milk way took its form this اهي milk way took this form يبقى كام 5000 مليون اهو ذاكروه كويس ده بيلخص لكم القصه دي كلها in mitosis division anaphase takes place before metaphase طبعا احنا عارفين برو ميتا انا تيلو خلاص حفظناهم خلاص يبقى هنا مين before meta البرو فيز هو اللي بيبقى قبل ايه الميتا فيز يلا مع بعض. Average speed is the speed of moving body relative to a static or moving observer. هنا كلمة طالما observer يبقى relative speed. برافو عليكم. A spherical mirror, its focal length is 20 centimeters. So its radius is. وبيقول لي focal length يعني ال F كام؟ 20. طب ال radius احنا عارفين ان ال radius ضعف ال F يعني ال R اهو equal to F. خلاص يبقى هنا ال F 20 ال R بيبقى ضعفها تبقى كام؟ 40 افتكروها radius equal to F F equal half radius according to the modern theory of Fred Hoyle the origin of the solar system was طب فريد هويل قال لك ايه؟ ايوه a star other than the sun يعني نجم تاني غير ايه؟ غير الستار والكروسنج اوفر ستار قالوا الصن هو الاوريجن وطبعا النيبيولار اللي هو لابلاس قال لك ايه نيبيولا طيب ذا زايجوت هاز هاف نمبر اوف ذا جينيتيك ماتيريال اوف ذا ليفينج احنا لسه قلنا الزايجوت بيبقى فيها سبيرم واوفيوم مع بعض هما الاثنين بقى مع بعض 23 بلس 23 بيبقى فيها 46
كومبليت نمبر مش هاف نمبر اللي هو التو ان. تمام كده؟ طيب احنا عندنا نشيل دي. باقي اسئله. تمام، في بعض الاسئله كومبليت. The light ray falls in a convex lens passing by the focus. It refracts or exits A. بيقول لي light ray falls on a convex lens passing by the focus، يعني هيعدي من الفوكس كده. اهي انا جبتها لكم اهي. light ray incident passing by the focus. شايفين refract بينكسر او exit بيطلع ايه؟ برافو، parallel to the ايه؟ principal axis. ايه طالما عدى بالفوكس يبقى يطلع parallel to the ايه؟ principal axis. number two. Space is one of the series that explains the origin of the universe while the crossing star theory explains the origin of what. طالما قال لك universe ما عندناش غير سيري واحدة أو سيري واحدة اللي هي البيج بانج، يبقى بيج بانج universe اربطوهم مع بعض. طب الكروسنج ستار اكسبلينز ذا اوريجين اوف سولار سيستم، خدوا بالكم. ذا سولار سيستم كونسيستس اوف هاو ماني ستارز؟ اونلي وان ستار ذات از ذا سان. اند هاو ماني بلانيتس؟ 8 بلانيتس. نيكست. سان واز فورمد افتر مليون اوف ذا بيج بانج. هرجع للمربع الاصفر تاني اهو عندكم. عايز مني ايه؟ سان واز فورمد. طب هات السان والارث والبلانيتس 10 1000 مليون، خدوا بالكم انا هنا مش كاتب مليون عشان معروفه كلهم بالمليون يعني، خلاص لان معروف دي كل الارقام دي مليون مليون مليون. طب هنا 10000 ايه؟ مليون اوف ييرز اوف ذا بيج بانج. طيب حفظوا الجدول ده حلو خالص على فكره هيساعدكم كتير. ذا فاوندر اوف نيبيولار سيري از، طب نيبيولار سيري مين هو؟ لابلاس. وايل ذا فاوندر اوف مودرن سيري از فريد هويل. Budding takes place in unicellular organisms such as budding. فاكرين budding؟ ايوه مستر، في الهايدرا والسبونج. برافو عليكم. كمان في حاجه مهمه، ايوه yeast fungus. طب هنا بيقول لي unicellular يبقى هنا بيتكلم على yeast ايه؟ fungus. تمام. multicellular حط بقى السبونج وايه؟ والهايدرا. اهي ادي فاكرينهم انتوا budding او yeast fungus اهو. تمام، بيعمل كولوني، بيكون لنا ايه؟ كولوني من البكتيريا الليست فانجس اللي هو الخميره، فطر الخميره يعني. The chromosome is made up of is made up chemically of the chemical structure of other chromosomes. فاكرين الكيميكال ستراكشر بتاعه كان ايه؟ نيوكليك اسيد اند بروتين او دي ان اي اند بروتين. نيوكليك اسيد اللي هو دي ان اي اند بروتين cover it. This and this cells never divide. نقطة مهمة جدا. So we have two kinds of cells that never divide. Number one, yes, neuron cell أو nerve cell اللي هي الخلايا العصبية. Neuron cell. وليه بقى؟ Because they don't have centrosomes، ما عندهمش centrosomes. طيب، النوع الثاني red blood cell because they don't have nucleus. عندهم البروتين كفاية فمش محتاجين يعملوا division أصلا يعني. يبقى أنا عندي neuron cell because they don't have centrosomes. Red blood cells because they don't have nucleus. Spindle fibers are made up of طبعا حاجة اسمها filamentous I'm sorry filamentous fibers دول network of filamentous fibers. طب مين بيعملهم؟ السنترسومز. فين؟ في الانيمال سيل. خدوا بالكم سؤال مهم جدا. Plant cell doesn't have centrosomes. The plant cell ما عندوش centrosomes. طب السبندل فايبرز بتاعه بيجي منين؟ من سايتو ايه؟ سايتوبلازم. يبقى سنترسومز سبندل فايبرز ار ميد اب اوف سنترسومز ان انيمال سيل. يبقى في الانيمال سيل بيبقى عندهم سنترسومز سو سبندل فايبرز كامز اب فور. سو واي ان بلانت بيبقى ايه؟ يس كوندنسنج اوف سايتوبلازم. When do the following values equal zero? The speed of body. طب متى السبيد هيبقى زيرو؟ اكيد يا مستر وين ذا اوبجكت ات ريست، يعني لما يكون يعني وين ذا اوبجكت از ات ريست، لما يبقى واقف في مكانه مفيش سبيد اصلا يعني. Acceleration of a moving object. So when acceleration becomes zero، متى acceleration يبقى زيرو؟ فاكرينها؟ برافو عليكم. Regular speed لما بيكون في ايه؟
when the body moves at regular speed or uniform speed, so acceleration equals zero. Relative speed for a moving object. Meter relative speed equals zero. أيوة. When the observer is moving, خد بالك, in the same direction and the same speed with the object. لما بيكون الأوبزرفر ماشي في نفس الاتجاه وبنفس السرعة مع الموفينج اوبجكت. هنا بيتهيأ له إن الاتنين واقفين مفيش سرعة. يعني لو في عربيتين جربوها كده، لو عربيتين ماشيين جنب بعض كده، تمام؟ طب بيتهيأ لك كده كأن العربية واقفة مش ماشية أصلاً. يبقى دي الحالة اللي بيبقى فيها الريلاتيف سبيد إيكوال إيه؟ زيرو. فانا بيقول لك relative speed مش real speed. طيب displacement of an object، متى displacement يبقى zero؟ ده مهم جدا. طب هو displacement ايه؟ ما هو قلنا displacement اللي هي speed in certain direction، بيبقى السرعه بتاعته في اتجاه معين، او سوري distance in certain، I'm sorry ديك velocity distance in certain direction. أو طيب هنا ال displacement متى هيبقى zero؟ فاكرين لما قلنا الاوبجكت ايه؟ if return back to the starting A point. يعني هو مشي من A ل B وراح راجعهم تاني، هنا مفيش displacement حصل. تاني يبقى if the object return to the primary position او to the A starting point. يبقى displacement if the object return to the starting point. يعني هو طلع من هنا اهو راح هنا وبعدين راح راجع تاني مكان مكان. يبقى كده no displacement او displacement equal a zero. What happens when increasing the diameter of eyes؟ فاكرينها short front increase، خلاص increase the diameter of eye يبقى على طول ايه اللي هيحصل؟ short sightedness. يبقى لما يقول لك increase diameter of the eye او increase the convexity of the eye، على طول ده بيبقى short sightedness، وقلنا بيتعالج بايه؟ concave lens. كاتاراكت، تمام، اللي هو سوداد العين، اللي هي ما بيبقاش فيه العين بتسود كده يعني، تمام. طبعا هنا بيبقى ايه؟ difficulty of vision، بيبقى فيه صعوبة في الرؤية يعني. difficulty darkness of the eye lens او difficulty of vision، صعوبة ايه؟ الرؤية. vanishing of sun gravity، لو ما فيش sun gravity طبعا the planets float away in the space، هي تمام هيطير في الفضاء كل واحد في حاله بقى. ثاني حاجه مش هيبقى في سولار سيستم اصلا يعني. so vanishing of sun gravity planets will leave their orbits، هيسيبوا الاوربت بتاعتهم and no solar system، مش هيبقى في ايه؟ سولار سيستم. merging of the atomic particles after minutes of the big bang، فاكرين الميرجنج؟ طبعا طلع لنا حاجه هيدروجين 75% والهيليوم 25%. يبقى after the atomic particles are merged together، بعد ما اختلطوا مع بعض ايه اللي حصل؟ gaseous clouds of hydrogen of 75 اوكي 75 ام سوري يعني هنا تمام خلينا اهي تمام 75% عشان ما حدش يقول لك المستر كان عاملها غلط. لا يا سيدي اهو 75% او 75% تمام 75% and helium 25%. تعبتوا؟ طيب الاسئله اللي جايه دي تشوز، تمام؟ يعني الاسئله اللي جايه دي بتبقى تشوز، عايزين ممكن نعملها لكم الحصه الجايه، ماشي نخليها الحصه الجايه. بس طبعا انتوا خدوا بالكم الاسئله في يعني تشوز هنا في اسئله تريكي شويه، تمام؟ هنعملها مع بعض الحصه الجايه. اوريدي احنا يعني كله ده هتلاقوه مراجعه للي احنا خدناه يعني. انا اعتبر كده كل اللي هيجي رايت ذا ساينتفك تيرم، والمراجعه طبعا فيها كتير، تمام؟ بس احنا دلوقتي عملنا ساعه، ساعه واربع دقائق، تمام؟ فخلينا عشان ما اطولش عليكم، ما بقاش طولت عليكم، نرجع تمام الحصة الجاية إن شاء الله. طبعا احنا كده كده مع بعض موجودين مع بعض. مرة تانية أحب أفكركم باللايك والشير والسبسكرايب، ضروري جدا جدا علشان تقدروا تدعموا القناة ونقدر نتواصل معاكم إن شاء الله. شكرا، أشوفكم الفيديو الجاي، تابعونا لسه في الفيديو الجاي مهم جدا 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 عشان نبقى غطينا أهم النقاط اللي يعني بنسبة كبيرة جدا جدا بتيجي في الامتحان. شكرا لكم، أشوفكم الحصة الجاية، سلام.